محمد عبد العزيز. هو قدر الله، ربنا أراد أمر ما، حكمته إيه إحنا ما نعرفش. وبعدين أنتوا ليه باصين على الشقة؟ جزء من عقار، في عقارين بالكامل ما وصلتهمش أي نار. العقارين اللي جنبي دول يا أستاذة إحنا عايزين نعرف النتائج دي، أنا شايفينها قدامنا، عايزين نعرف الأسباب. الأسباب المستهدف إن البلد دي اقتصادها يتضمر، حرق مدخلها ولها لغاية هي الأوضة اللي على الشارع هي اللي ما ممسكش فيها النار، بس ما وصلتهاش النار. إنما ما هو المكاتب الدور اللي أنا فيه فيه خمس شقق كويس؟ بما فيهم شقتي ما هو مدخلها كله لغاية الصالة كل ده متضمر. وبعدين عقارين هم، كون إن ربنا ينجي مكان أوضة أربعة في أربعة ده ليه حكمة. هو يحرق فعل ما يريد يعمل هو عايز. لحظة ما بدأت الحريق وحجمها وشكلها، احنا عندنا في البيت انا واخويا ومراته وست اطفال، نقعد فين؟ مفيش بطولة في الموقف ده، خدنا بعضينا ونزلنا الشارع. الكلام ده كان 12 و5 12 و10 الساعة واحدة، ما كانش في مكان مشوارع. المصحف موجود في كل مكان، المصحف ما يمنعش قدر الله، قدر الله هيحصل زي ما هو عايز. ليه ما نبصش ان الله فعل ما يريد، ينجي من يشاء ويحرق من يشاء. ايه المشكلة في هذه العمارة؟ مكاتب ومخازن وفيها مصاحف وفيها ناس محترمين وفيها ناس مصليين وفيها حجاج وفيها مشايخ وفيها ناس زي الفل. احنا مش احسن من حد، احنا يمكن اقل الناس في كل حاجة. في ناس كويسة جدا في العقار، والعقار اللي جنبي 11 يمكن افضل من هنا كمان بكتير. الشاب اللي توفى في العقار 11 بسبب اختناقه ووقوفه في المكان هو والناس اللي معاه وماتوا، كل الناس بتجمع على انه انسان محترم جدا وانسان كويس جدا مات. الحريم ما بيفرقش يا اختي، الحريم ما بيقولش ده حلو وده وحش. انا بروح اقعد ولاد اختي بيستضيفوني، اختي الصبح بروح اقعد ولاد اختي مستضيفين بقالي كام يوم. النهارده السابع ما عنديش اخد مكان بدي، هروح اقعد في القندق مش قد ده، قاعد مع بروح اقعد عند ولاد اختي واخويا بمراته وعياله عند حماته. باجي هنا لان ماليش انا بقالي 56، انا عندي 57 سنه، بقالي 56 سنه هنا، اسيب هنا ازاي؟ بيتي هنا واصحابي هنا ومعارفي هنا وقرايبي هنا وحياتي هنا، اسيبها هنا واروح فين؟ القران ما بيقولناش نلغي الاسباب. اللي مش ياخد بالاسباب القران مش هيفهم حاجه كويس؟ لازم يكون في الاسباب الاول وبعدين اي حاجه ثانيه.